السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميمين. ازيكم يا سنة تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض المحافظات بإذن الرحمن من اللي هو ويكي زناخ. طبعا الكتاب ده كلكم سألتوني عليه وانا قلت لكم ان هو كان بيجهز، وانا فعلا كنت بجهز الفيديو عشان بس الفيديو ايه طويل جدا معانا. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه كده سنه تانية هتمسك الامتحان، هتلاقي عندك، انا بتكلم للعام مش للازهر، هتلاقي عندك في الامتحان اول حاجه الليسن احنا حليناه مع بعض كتير وشرحناه كتير. المفروض ان ده هيتحل ازاي عشان تضمن الاربع درجات بتوعه. لازم تقرا السؤال وتقرا الاختيارات بتاعته، السطر بالاختيارات بتاعته، السطر والاختيارات بتاعته، وهكذا، تمام؟ عشان اول ما حد يقرا معاك تروح انت ايه عارف الاجابه على طول، تمام؟ انا بقى هبدا احل معاكم منين؟ من المحادثات. فهقرب بقى الكاميرا كده ونبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كده بيقول ايه، ندى is asking علا about what she is interested in. ندى بتسال علا عن ان هي مهتمه بيه، قالت لها what's your favorite hobby، مش عارفين. فسالتها سؤال تاني قالت لها I enjoy reading at the library، انا بحب استمتع او بستمتع بالقرايه في المكتبه. سالتها سؤال تاني قالت لها this book is about the history of Egypt، الكتاب ده عن تاريخ مصر. بعدين قالت لها do you like the library، هل بتحب المكتبه، ردت عليها. وبعدين قالت لها can I borrow this book please، ممكن استعير الكتاب ده لو سمحتي. طيب يبقى احنا عرفنا ان الفيفوريت هوبي بتاعتها هي الايه، القرايه. هجاوب ازاي على السؤال ده؟ عندك حاجتين، يا تقول زي ما هو كاتب كده، بس هتحول اليور لماي ونبدا نقول فيفوريت هوبي از ريدنج، تمام، القرايه، او ان انت تختصر كل ده وتكتب ايه، اي لايك ريدنج، انا بحب الايه، القرايه. دي صح ودي صح، مفيش مشكله. سالتها بقى قالت لها انا بستمتع بالقرايه فين، في المكتبه. يبقى هتقول لها بتستمتعي فين، يبقى اشطب على دي لان انا هسال عليها دلوقتي، يبقى وير. وعندي هنا انجوي الفعل في المصدر، يبقى هسال بدو، والاي تتحول يو، يبقى وير دو يو انجوي ريدنج، تطلعها تاني زي ما هي انجوي reading. بتستمتعي فين بالقرايه، قالت لها بستمتع في المكتبه. سالتها سؤال قالت لها الكتاب ده عن تاريخ مصر، يبقى هتقول لها الكتاب ده عن ايه، كلمه ايه دي اهي وات. وبعدين تمسك بقى الجزء ده، ادي عندي فعل مساعد اطلعه تاني فوق، يبقى وات از ذا بوك اباوت، او ذيس بوك اباوت، ذيس بوك اباوت، قالت لها الكتاب ده عن ايه. طيب راحت قالت لها عن تاريخ مصر. هنا بقى قالت لها هل انت بتحب المكتبة، هتقول لها yes I do، او yes sure، او yes of course، مفيش مشكلة. can I borrow this book، هتقول لها ايه yes، يا اما تقول yes you can، او yes sure، yes of yes sure بتأكيد، او yes of course، دي او دي او دي، التلاتة كلهم صح، تمام. وحط نقطة في الآخر. بس ادي اول محافظة معانا القاهرة. تعالوا بقى نشوف هنا بيتكلم عن ايه. انا مش هقرأ معاك القطعة، انا هحل على طول. give a suitable title، يعني ايه give a suitable title؟ وده هتلاقيه اول سؤال في الامتحان او اساسي معانا في الامتحان، ضع عنوان مناسب. طيب انا هجيب العنوان منين؟ هتقرأ اول سطر وهتفهم منه. Egypt is a great country in the Middle East. It's capital of its capital is Cairo city. هتبدأ بقى تتكلم كل الكلام عن مصر. يبقى انا هقول ايه، مصر، او مصر is a great city، مفيش مشكلة. يبقى ممكن اقول Egypt بس، وممكن اقول Egypt is a great country، مفيش اي مشكلة، دي صح ودي صح. Why do you think tourists like to visit Egypt؟ ليه السياح بيحبوا يزوروا مصر؟ تعالوا نشوف كده هنا بيقول ايه. Many tourists come all over the world to enjoy it، عشان يستمتعوا بايه، بالوزر، تمام. When they come to enjoy its building its ancient places، برضو دي صح. فانا هقول because they enjoy visiting، او enjoy visit على طول، enjoy to visit او visiting مفيش مشكلة، enjoy visiting ancient places، تمام. طيب what does underlined it refer to؟ السؤال ده اول ما تلاقي كلمة refer to هتروح مجاوب عليها بكلمة ايه، it،
refers to، انها تعود على، ونشوف its دي راجعه على ايه. بيقول لك ان هما when they come they enjoy its ancient places، اماكنها القديمه. يبقى اماكن مين؟ يبقى اكيد اماكن مصر. تمام، نيجي بقى لل الاخطر. اول واحده كده بيقول هنا delicious means، يعني ايه means؟ يعني تعني، يعني معناها ايه؟ delicious يبقى على طول tasty، طعمها لذيذ. طب the main language in Egypt is، اللي اسمها دي اللغة الأساسية في مصر طبعا هي الايه؟ الأرابيك. the weather in Egypt is not all the year، الجو المصري بيكون ايه؟ بص كده بيقولك the weather is in Egypt is fine all the year، يبقى انا هقول له هنا ايه؟ fine. تمام كده خلصنا القطعة، 6 أسئلة، 3 اختيار وثلاثة مقال. طيب تعالوا بقى هبعد بس الكاميرا شوية عشان تشوفوا الايه الاختيارات كلها. بيقول the bin is full، السلة مليانة. can you not out the rubbish، ايه اللي يجمع كلمة الزبالة؟ اسمها take out، يعني تاخد الزبالة ترميها. دينا not used to، الله ده انا عندي used to يا مس، بيجي معاها على طول النفي بتاعها didn't. تمام طيب نشوف بقى الامتحان. هنا بيقول ايه؟ بيقول لنا بيقول هو بازر will be not air pollution in the city، الناس بتعمل ان يبقى في تلوث هواء اقل، يبقى less air pollution. while we not into the museum we saw some statues، بيقول واحنا ماشيين في المتحف شفنا تماثيل، يبقى were walking. تمام طيب the note tells the parts of our body what to do، ايه هو اللي في جسمنا اللي بيقول لباقي الجسم تعمل ايه؟ يبقى اكيد البرين اللي هو المخ. طيب if you are not of someone you feel pleased with him، بتبقى فرحان معاه، يبقى لو انا proud فخور بالشخص ده يبقى فرحان بيه. the book is not you should read it، تقراه، يبقى الكتاب اكيد fantastic، تمام رائع. our boys from 13 to 19 من 13 ل 19 قلنا عليهم teenagers وحليناها كتير جدا. you shouldn't spend too much time on social، social ايه؟ ميديا. and what isn't scared of anything، مين هو الشخص اللي مش بيخاف من اي حاجة؟ يبقى الهيرو. تعالوا بقى للسؤال الاجمل في الامتحان والاسهل. اه يا ريت بوك at the moment، احنا عندنا at the moment كلمة تدل على المضارع المستمر، ده المضارع المستمر بيتكون من ام واذا ار والفعل في ان جي، يبقى انا هنا الاي هتاخد ام وريد هتكون reading. طيب it's important to drive careful، لا carefully هكتبها لك فوقيها اهو. ليه؟ لان انا هنا بوصف السواقة بتاعته. Sarah's dress is expensive than احمد السود، اه يبقى اغلى من البتاع بتاع احمد. طب ما انا زين بيبقى قبلها اي ار او مور او لس، هنا مش هينفع اضيف لها اي ار، هتبقى مور او لس، مور وبعدين الصفة دي تكتبها تاني. تمام او لسه ما فيش مشكله، الاثنين صح. children should play in the street، لو لقيت should على طول اكتبها shouldn't. تمام طيب وبعد كده تكتب باراجراف عن الهوليدي، وانا نزلت لكم الباراجرافات المهمه. نيجي بقى لمحافظه الجيزه، هنسيب برضو الليسن وبعدين ناخد القطعه المحادثه. فرحه اند هال ار ات سكول، لازم تقرا السؤال ده لان ده مفتاح المحادثة، هتفهم من المحادثة بتتكلم عن ايه. هما الاثنين في السكول في المدرسة، قالت لها do you have to study tonight هالة، هل لازم تذاكر النهاردة هالة، فمش عارفين، قالت لها I have a geography test tomorrow، انا عندي امتحان جغرافيا بكرة، يبقى هتقول لها sure بالتأكيد او هتقول لها yes ايوه. طيب هنا بقى what about your brother، طب ماذا عن اخوكي؟ طب اخوكي سالتها سؤال، قالت لها no he doesn't but he has to tidy up his bedroom، قالت لها لا مش لازم. طب يبقى هنا هنقول no ونطير مع النو اللي هنا بوستروفتي ونقول does he، هنقول does he مثلا study او does he have a test، هل هو عنده امتحان او هل هو هيذاكر، does he study. تمام today اهي، او ممكن اقول لها ايه اهي، هنقول does he have a test، هل هو عنده امتحان، فهتقول لها لا ما عندوش بس هو لازم يرتب ايه غرفة النوم. قلت لها where do we have to go for the next lesson، هنروح فين، فمش عارفين، فقلت لها celebratory ومندهش، يبقى هطلع الكلمة دي تاني فوق بس هنكتب بقى باقي الجملة، فهنشطب على where و do ونبدأ ب we have to go to وبعدين celebratory طلعها تاني جنبهم.
تمام ونحط نقطة. بعد كده سألها سألتها سؤال، قالت لها yes we have science the next lesson، قالت لها أيوة عندنا علوم الحصة اللي بعدها. تقول لها do we have أو do you have، مفيش مشكلة، do we have science next lesson. فهنا قالت لها are you good at science، هل أنت شاطرة في العلوم؟ فهنقول لها yes sure، أيوة بالتأكيد، أو yes I am good at science، مفيش أي مشكلة. طيب القطعة بقى، أنا برضو مش هقرا معاك القطعة، هنحل على طول. give a suitable title، ادي عنوان مناسب. نقرا هنا last weekend the 10 students from class 8 helped clean up the part of the river bank near the city center. بعدين قال لك مش عارفة اللي هما بينظفوا ضفة النهر، فممكن أقول the river bank أو the students clean the river bank، ما فيش أي مشكلة كله صح. ممكن أكتب the river bank اللي هو ضفاف النيل برضو صح، ما فيش مشكلة. يبقى ممكن أقول the river bank، تمام، أو ممكن أقول the student clean the river bank. طيب بعد كده what do you think of students from class 8، ايه رأيك في التلاميذ اللي في الفصل رقم 8؟ هنقول they are very helpful، هم اشخاص ايه مساعدين، او they are very good، هم كويسين جدا. why were the students sad، ليه الطلاب كانوا زعلانين؟ تعالوا نشوف كده كلمة sad هنا، part of the city او مستر حسن said the students said to find too much سوربش، يبقى هنقول because they find too much rubbish، لان هم لقوا ايه زبالة كتير. خلاص طيب بعد كده بيقول هنا the underlined teach is the opposite of، خلي بالك من كلمة opposite يعني العكس. طب ما انا عندي teach عكسها learn، واحد بيدرس والتاني بيتعلم. طب هي refers to، هو رجع على ايه؟ قال لك هنا بيقول مستر حسن said the students said to find so much rubbish، عشان تعرف ان الكلمة دي راجعة على ايه لازم تقرأ اللي قبلها. فبيقول لك there were lots of bottles and bags he said، هو قال، يبقى مين؟ مستر حسن. يبقى انا هقول هنا مستر مين؟ حسن. the rubbish the students collected was، الزبالة اللي العيال لموها دول كانت ايه؟ plastic bags ولا bottles ولا old shoes ولا ايه وبي وسي؟ تعالوا نشوف الزبالة دي كانت ايه. كانت ايه يا مس؟ كانت rubbish دم اهو plastic bags وبوتلز، تمام، كانت وكمان old shoe وكمان جزم قديمة، يبقى كل حاجة لقوها فيها، تمام. طيب بعد كده الاختيارات ملهاش دعوة بالقطعة، خلي بالك. هنا بقى كنت النقط in Egypt by farmers، الله ده أنا عندي by مس، يبقى ايه am و is are والتصريف التالت، يبقى المفرد هنا كون، يبقى is grown. طيب my father has a knot in his garden to water the flowers، عنده ايه عشان يزق الزرع؟ يبقى عنده تاب اللي هو الحنفية. طيب بعد كده بيقول my grandfather has a knot machine، يبقى doing ولا seeing ولا working ولا sewing؟ طبعا هتبقى sewing اللي هي آلة الخياطة. these people can not by using sign language، يبقى can communicate، هيتواصلوا بلغة الإشارة. أحمد fell off his motorbike and he had a terrible knot in his leg، وحصل له إيه في رجله؟ يبقى cut. don't play not the ticket، don't pay not the ticket it's for free، don't pay on ولا with ولا for ولا off، don't pay for، ما تدفعش التذكرة. نور الشربيني won the world squash knot in 2020، compete ولا test ولا champion ولا championship، هتبقى championship اللي هي البطولة. إيه تامر تولر، الله ده أنا عندي تولر، يبقى على طول أخد وراها ذان لأن أنا عندي الصفة اللي فيها ER. doctors and nurses are nowadays doing not work، يبقى بيعملوا عمل إيه؟ هرك، تمام، عمل بطولي. ما لقيتش بطولي يبقى voluntary. the knot temperature for people is 37 celsius، يبقى الايه النورمال، الدرجة الحرارة العادية. نيجي للكوركت، بيقول you must drink water from this water it's dirty، عندي must اللي غلط تبقى mustn't على طول، تمام. most of the people sleep when the earthquake happened، الله ده انا عندي هنا when وعندي هنا ماضي بسيط، يبقى انا عايز ماضي ايه مستمر لان في حدث قطع الاخر، يبقى هنا الناس جمع تبقى were وسليب هتكون sleeping.
تمام. وي داز فانتاست اكسبيرمنتس ان ذا لايبراري، احنا عملنا تجارب علميه، فهتبقى وي دو، احنا بنعمل تجارب علميه. اي ستادي انجلش ات ذا مومنت، خلي بالك ات ذا مومنت ومضارع مستمر. طب المستمر بيتكون من ايه؟ من ام او از او ار وراهم الاي ان جي، تمام. فالاي هتاخدي الام، وستادي هتكون ستادي زي ما هي بس حط لها اي ان جي، تمام. في الاخر هتكتب عن هيلبنج اذرز، مساعده الناس. نيجي لمحافظه اسكندريه اهو، بتقولها هنا ايه؟ علا اند منى ار توكن اباوت هيروز، بيتكلموا عن الابطال، تمام. فقالت لها هلو منى نايس تو ميت يو، ولما حد يقول لي نايس تو ميت يو هنزلها تاني زي ما هي واقول له نايس تو ميت يو، وهو حاطط لي تو، تمام. كان اي اسك يو ا كويستشنز، قالت لها ممكن اسالك سؤال، فهتقول لها يس يو كان، او يس شير، او يس اوف كورس، كله صح. سالتها سؤال، قالت لها اي ثينك ذات اول تيتشرز ار هيروز، قالت لها اعتقد ان كل المدرسين ابطال، فهتقول لها ايه رايك في الابطال او مين هم الابطال، هتقول لها وات دو يو ثينك اوف هيروز، ايه رايك في الابطال، قالت لها اعتقد المدرسين هم الابطال. سالتها سؤال، قالت لها اي مين، اول ما بتلاقي كلمه اي مين ده يبقى السؤال على طول احفظه معايا معلش وات دو يو مين، اكتبها في الكراسه معاك، تمام، اللي هتذاكر فيها اكتب كده ملاحظات مهمه، واكتب اول ما بتلاقي اي مين يبقى السؤال وات دو يو مين. فاذا يعني انا اقصد without the teachers we wouldn't learn anything، قالت لها من غير المدرسين احنا مش هنتعلم حاجه. راحت قالت لها ايه؟ the internet is just a way that helps teachers do their job better، قالت لها ان الانترنت ده طريقه بتساعد المدرسين ان هم يادوا وظيفتهم بطريقه حلوه. فهتقول لها ايه؟ طب ما الانترنت موجود، يبقى هتقول لها ممكن نقولها ايه؟ ممكن تقول لها but we can learn online، but we can learn مثلا online، ممكن نتعلم عن طريق الانترنت. قلت لها الانترنت ده بس طريقة. طيب تعالوا نشوف هنا بيتكلم على سر دكتور مجدي يعقوب، هنا ادي عنوان مناسب، يبقى هنقول سر مجدي يعقوب، تمام، دي هتكون نمبر 1، خلاص هي كلها عن دكتور مجدي يعقوب. طيب هنا ودو What did he used to do at special hospital in London؟ كان متعود ان هو يعمل ايه في مستشفى لندن؟ تعالوا نشوف كده هنا في المستشفى في لندن كير يونيفرسيتي. Then he moved to London to work before he stopped in he used to، اهي من اول هنا بقى هنقول he used to in London، يبقى he used to work in a special، يبقى هو كان بيشتغل في البتاع ده اللي في لندن، تمام، المستشفى، ودي هتكون نمبر 2. طيب what did مجدي يعقوب do in 2009، عمل ايه بقى؟ هنبدأ نقول من 2009 اهو، تمام، هو عمل charity called اهي، ممكن تكملها لحد الاخر in أسوان، ما فيش اي مشكلة، كله صح، دي رقم 3. طيب هنا بقى دير راجع على ايه؟ تعالوا نشوف كده، بيقول هنا زير يبقى لازم ارجع، يبقى at the age of 50 he entered the university of Cairo he studied medicine there، هو درس الطب هناك، يبقى هناك فين؟ يبقى في الكايرو يونيفرسيتي، اهي كايرو يونيفرسيتي. مجدي يعقوب started a charity in Aswan to help ill children، بتعالج الاطفال المرضى. طب ال هنا can have the same meaning of، يعني نفس المعنى بتاع sick، هي هي اللي تشوز بقى. did علي نوع توز شوب يسترداي، خلي بالك ده سؤال مع did، يبقى في الماضي سؤال ونفي فعل في المصدر، يبقى اختار على طول جو. نيجي للصفحة اللي بعدها، بيقول the new book نقط I bought is very interesting، الكتاب اللي انا اشتريته، والكتاب هنا غير عقلي يبقى which، ما عنديش which تبقى ذات. You don't have to take out the rubbish I did it this morning، مش لازم تاخد الزبالة، يبقى take out the rubbish. There is an important football game at the، الله ده في football game، يبقى أكيد في الاستاديوم الاستاد. You can see yourself in the mirror، هتشوف نفسك في المراية. I study not to make my handwriting better، أول ما بتلاقي handwriting يبقى الكالليغرافي اللي هو الخط. The shop is very crowded today، there are many، ده البتاع
زحمه، يبقى هو في كاستمرز، في زباين كتير. مين بقى من 13 ل 19؟ يبقى التينيجر اللي هم المراهقين. next year our team is playing an important، يبقى competition، الفريق بتاعه هيلعب بتاع مهمه، مسابقه مهمه. the building is very tall but you can go to the top in the، ممكن تطلع بالايه، بالليفت اللي هو المصعد اللي هو الاسانسير. as كريم نقط فوتوز اوف ذا انيمالز هي لاست هيز فون، وهو بيلتقط صور للحيوانات التليفون بتاعه وقع. يبقى هنا ماضي بسيط، يبقى انا عايز هنا ماضي مستمر. كريم مفرد يبقى ووز، وتيك هنحوش الاي اللي في الاخر وبعدين احط اي ان جي تبقى تيكينج. تمام. الكسندر از بيج زان، لا بيجر، وخلي بالك ان بيج اخرها حرف ساكن قبل متحرك، يبقى ضعف الساكن وحط اي ار. علي نيفر كام ليت، لا كامز، احنا قلنا نيفر ما بتأثرش ابدا على الفعل. زكات is sitting under the tree. ليزي لا ليزلي، هحوش الواي واحط اي ال واي. بعد كده الديلي روتين سهل جدا جدا. نيجي لمحافظة الأليوبية، بيقول ايه؟ أمل is talking about her daily routine، بتتكلم على الديلي روتين. do you have a daily routine أمل؟ yes I have، قالت لها اه. سألتها سؤال، قالت لها I get up at 6 o'clock in the morning، أنا بصحى الساعة 6. يبقى هتقول لها تصحي إمتى؟ يبقى when. وعندي بقى نمسك الفعل والفعل، لما نيجي نعمل سؤال الفعل هنا فعل في المصدر، فهتبقى do، والآي تتحول you، يبقى when do you، وبعدين أخد الفعل تاني get up أهو. بس هتقول in the morning طلعها، مش عايز خلاص ما فيش مشكلة. do you prepare your breakfast، قالت لها هل انت بتحضري الفطار؟ فمش عارفين. سألتها سؤال، قالت لها my mom makes it for me، ماما بتعمله لي. يبقى هل هي بتحضر الفطار؟ فهتقول no I don't، قالت لها لا. هنا بقى قالت لها مين بقى بيحضر لك الفطار؟ يبقى هو makes it for you، او هو does make it for you، ما فيش مشكلة. makes it for you. بعد كده بيقول how do you go to school، بتروح المدرسة ازاي؟ هتقول I go to school by bus، بروح المدرسة بالايه، بالاتوبيس. حوش الباص وحط الكار، ما فيش مشكلة، اي حاجة كله صح. نيجي للقطعة المين ايديا يا اولاد، الفكرة الرئيسية شرحتها قبل كده، هي التايتل، هو العنوان. هنا بيقول I would like to write about an amazing meal I remember I visited my cousin Alexandria، يبقى بيتكلم على amazing meal، بيتكلم على وجبة جميلة. يبقى أنا هكتب an amazing meal، ودي هتكون number one. تمام. بعد كده where did they have lunch، تناولوا الغدا فين؟ تعالوا نشوف كده فين كلمة lunch أهو. they took us to the cafe for lunch، يبقى هنقول they had lunch at the cafe أو at a cafe. تمام. طيب why do you think the writer was happy، ليه الكاتب كان سعيد؟ تعالوا نشوف هنا فين ان هو قال انا happy. عظيم، we liked our food، ممكن هو هنا لان هو كان ايه، لان هو حب الاكل. تمام. ويقول لايك فود، بيبقى نقول بيكوز، ان هو بيكوز هي لايكد ذا فود، لان هو حب الايه، الاكل، فكان فرحان. تمام. طيب ذا رايتر هاد نوت فور لانش، الكاتب بتناول ايه في الغداء؟ when do I had my favorite meal chicken. تمام اهو chicken، يبقى انا هختار له ايه chicken. طب ايه تراجع على ايه؟ فينك يا ست ات اهو. it was near the beach and it big، يبقى الكلام رجع على مين؟ على الكافيه، كان جنب الشط. the opposite of the underlined word sweet، عكس كلمة sweet تبقى ايه؟ salty، حاجة مسكرة والتانية مالحة. طيب وائل احمد نقط تو سكول، هي مات هي فيموس اكتر، وهو رايح المدرسه قبل بتاع ممثل مشهور. يبقى احمد ووز ووكينج. دونت بلاي فود هير اور يو مايت نوت ذس كار، او هتعمل ايه؟ يبقى دامج ذس كار، هتدمر الايه، العربيه.
After many years of work she becomes another teacher. She will get more money. يبقى هتبقى ايه بعد ما تتخرج؟ هتبقى جونيور. The film is not. I never get bored of watching it. يبقى الفيلم ده fantastic. It's very cold outside. You not all wear your jacket. بيقول الدنيا برد برا يبقى لازم نرتدي الجاكيت. يبقى you must. اقول لك بقى حاجه للناس الضعيفه، لو لقيت كله ده نفي واحده اثبات يبقى هي الاثبات. طب لو لقيتهم كلهم اثبات واحده نفي تبقى هي النفي. طيب there is a nice note in my room. I sit on it to read books before sleeping. في حاجه حلوه في اوضتي انا بقعد عليها واقرا الكتب. يبقى في ايه؟ الارمتشير. تمام. طيب the new book، الكتاب الجديد اللي انا اشتريته. الكتاب عندك غير عقلي يبقى which، ما عنديش تبقى مين؟ that. طيب we walked under a big note before we entered the supermarket. احنا تمشينا تحت ايه قبل ما ندخل الماركت؟ يبقى الارتش. تمام المدخل. There is a beautiful note in the middle of our garden. Its water is clear. المية بتاعتها نظيفة. يبقى الفأن او الفاونتين اللي هي النافورة. Some countries have no air, no rain. كلمة no rain دي يبقى على طول الدراوت اللي هو الجفاف. يبقى كده هيبقى عندهم جفاف. Don't run quick. يبقى quickly. ما تجريش بسرعة. يبقى أنا بوصف الايه؟ الجري اللي هو الفعل. إذا كان الاس بلوتد زان لا هتبقى مور بلوت بلوتد زان. مور بلوتد زان. تمام. بعد كده ماي بعد كده بيقول ماي فيفوريت تيم وين ذا ماتش لاست فرايدي. لا ماضي تبقى وان تحول الاي لاو عشان تبقى ماضي. ماي براذر دو هيز هوم ورك ناو. ده انا عندي ناو مضارع مستمر يبقى ام از ار والفعل في ان جي. طب ماي براذر هيبقى از والدو هتبقى دوينج. تمام. وبعد كده هنكتب عن البيرسون اللي انا براود بيه. هو هو الفيفوريت بيرسون، هو هو الرول موديل، هو هو الهيرو. تمام كله واحد. نيجي لمحافظه الشرقيه اهي نبدا مع بعض. بيقول فادي اند باهر ار توكن اباوت ذا بلان فور ذا نيو اوتيل. بيقول لك فادي وباهر بيتكلموا عن خطه الاوتيل الجديد. قال له دو يو ثينك ذيس بلان فور ذا نيو اوتيل از ا جود. باهر قال له اي دونت ثينك. فقال حاجة بقى بعدين سألوا سؤال قالوا because it only has jobs for people in the city. قالوا لأن ما فيهاش وظائف غير الناس اللي في المدينة بس. قالوا I don't agree with you مش موافق معاك. فسألوا سؤال قالوا because more tourists in the area can help the local people. قالوا عشان السياح اللي هيجوا هنا هيساعدوا الناس المحليين. قالوا okay but what about the water. طب المية taking water from the lake will damage the environment. قالوا ان احنا ناخد ميه من البحيره هيدمر البيئه. قالوا I see what you mean. قالوا it's important to protect the environment. حاجه مهمه ان احنا نحمي البيئه. سالوا سؤال قالوا with you at this point. طبعا هنا هنقول له I see what you mean وده تعبير قلت لك احفظه يعني انا فهمت. هنا بقى with you هتبقى I agree انا موافق معك. تمام. طيب نيجي هنا بقى هنا because وهنا because. يبقى انا هسال واي هنا وكمان واي هنا. طيب نجل دي يبقى I don't think. قال له الفكرة بتاعت الأوتيل حلوة صح يا باهر؟ فقال له لا. قال له I don't agree مش موافق معك. agree with you أو it's a bad idea إنها فكرة إيه سيئة. هيقول له ليه why it is a bad idea. ليه هي فكرة ايه سيئة؟ يبقى انا ممكن بدل دي اكتب له ايه تاني it's a bad idea فكرة سيئة. ليه هي فكرة سيئة؟ راح قال له عشان كذا. فقال له مش موافق معاك. فهيقول له why don't you agree ليه مش موافق معايا او with me على طول ما فيش مشكلة ليه مش موافق. وبعد كده هتبقى what وبعدين I agree. تمام. طيب القطعة بقى بيقول ام حسن ماي فاميلي ليفز ان اكزاندريا بات ماي داد مش عارفة ايه. يبقى هنا بيقول لك هنا جيف ا سوتابل تايتل. السطر التاني ده بيتكلم عن عيلته فممكن اقول ماي فاميلي. تمام. طيب وير داز حسن's فازر ورك. بابا بيشتغل فين؟ ماي داد دازنت ورك ان ايجيبت هي وركس ان انجلاند. يبقى هناخد له دي كده ونكتب عندها نمبر 1. تمام. بعد كده هو encourages حسن to travel. مين بيشجعه؟ my father encourages me to do that. يبقى هنقول his
father وتنزل encourage حسن to travel، تنزلها تاني زي ما هي تحت. بعد كده كلمة she راجعة على مين؟ تعالوا نشوف هنا بيقول my sister is three and she، يبقى مين؟ my sister، يبقى حسن's sister. when do they go to the park، هما بيروحوا امتى البارك؟ تعالوا نشوف كده go to the park. swimming هنا بقى we play chess on Sunday، on Saturday اهو we go to you play chess اهو يبقى on Saturday اهي. بعد كده حسن loves to travel to، حسن عايز يسافر to England اهو. طيب هنا بقى بيقول are not a complete building، اول ما بتلاقي ان هو مبنى غير تام يبقى the ruins اللي هي الاطلال او البقايا. تمام. بعد كده بيقول when I open the night in my room there is a lot of sunshine، لما بفتح ايه بيبقى فوق ضوء كتير يبقى الكورتنز اللي هي الستاير. as I was running I not a nice bird، وانا طالع اجري لقيت او شفت طائر جميل، يبقى عندي هنا ماضي مستمر يبقى عايزين الماضي البسيط يبقى صام. علي and Sue are going to marry، هيتجوزوا. their not party is tomorrow، ده هيتجوزوا يا مست ماري يبقى الويدنج. تمام اهي اوعى تختار لي دي الويك اند ولا الويدنج اللي فيها الاي اي، لا احنا بنختار اللي فيها اتنين دي اللي هو حفل الزفاف. not you see the film about the earthquake on TV last night، الله ده انا عندي last تبقى did. our team won the match not ninja، يبقى against ضد. شفنا الماتش اللي كان ضد مين؟ تونس. احمد قال مصطفى نقط ساد because they missed the match، ما لحقوش الماتش يبقى حسوا بالايه بالشعره بالحزن يبقى felt، الماضي من ايه؟ من feel. طيب students not the class during the break، بيقول لك الطلاب يتكلموا في الفصل، يتكلموا في الفصل during the break او يقعدوا في الفصل في الفسحة، يبقى ابدا مستحيل، يبقى never stay ولا never ولا stay never، لا يا مست الظرف التكرار الاول وبعدين الفعل. you can pray at، يعني ايه pray؟ يصلي، وهي دي المفتاح الحل، هتبقى في الموسك اللي هو المسجد. سلمى is an odd person she doesn't put anything in its right place، بيقول لك هي مش بتحط ابدا الحاجه في مكانها، يبقى هي شخص ميسي فوضويه. طيب did you visit the pyramid when you are young، لما كنت صغير، يبقى when where you were. خلاص we always getting up early، ازاي بقى ده انا عندي مضارع بسيط مع الجمع يبقى فعل في الايه في المصدر تبقى get. during an exam you not must copy from the others لا mustn't، بيقول لك في الامتحان ما ينفعش تغش من ايه من اصحابك يبقى mustn't. This is the museum I visit last year، ده المتحف اللي انا زرته السنة اللي فاتت، يبقى which I visit. خلي بالك المتحف هنا مكان بس هنا بيوصفه وصف يبقى على طول which، لكن لو جايب لغرض كنا هنقول where. هنا برضه هتكلم عن الديلي روتين سهل جدا. نيجي لمحافظة المنوفية، هنا بيقول ايه احمد is asking كريم about his favorite subject، بيسأله عن المادة المفضلة، فقال له what is your favorite school subject، قال له science is my favorite school subject، سأله سؤال قال له why قال له هنا ايه because، يبقى هيسأله why is وبعدين science your favorite subject science، او ممكن بدل science اقول it لانها غير عاقل، يبقى why is it your favorite subject، ونحط علامة الايه الاستفهام، قالوا بيكوز ايه، قالوا ليه بقى هو العلوم مفضل بالنسبة له، يبقى هنقول بيكوز I learn او I do اهي I do many experiments. experiments هنا في I. تمام. طيب بعد كده how many lessons do you have a break، كم عدد الدروس براحتك بقى، هتقول I have مثلا ايه 3 lessons. بعد كده do you like reading، هل انت بتحب القراءه، قال له I buy a book every week، يبقى هيقول له yes I do. سأل قال له my father is my hero، يبقى هيقول له who is your هيرو، مين هو بطلك، يبقى my father. طيب نيجي للقطعة اهي
Mrs. Marwa had to visit a friend who has been ill. She asked her. طيب بيقول لك what does the passage talk about؟ بتتكلم عن ايه؟ يبقى هنقول مثلا ايه Mrs. Marwa. Marwa's visit. زيارة Miss Marwa. تمام؟ اهي Mrs. Marwa's visit. طيب why do you think يوسف forget to buy potatoes؟ ليه يوسف نسي يشتري بطاطس؟ تعالوا نشوف مع بعض فين حق يوسف. هنا بيقول هنقراها بقى. she asked her daughter منى to come to living room to tell her start Marwa told her يوسف فين اهو. بيقول بقى ايه on her way to her friend's house Marwa saw her some يوسف he was playing football in the street with his friend. يوسف said that he was very sorry so Mrs. Marwa told him to buy some potatoes for lunch. while he was walking to the market to buy potatoes he met his friend أحمد. يوسف hasn't seen his friend for a long time. they decided to go to the cinema and يوسف forgot to buy his what his mother asked him. يبقى نسي ليه؟ لان هو هنقول because he went to the cinema with his friend اهي with his friend. تمام. طيب شي بقى راجع على ايه؟ اول ما هنقول refer to يبقى اكتب على طول it refers to. تعالوا بقى نشوف شي هنا. بيقول and she became angry with him وهي كانت زعلانة منه جدا. يبقى الكلام راجع على مامته اللي هي مس مين مروة to Mrs. مروة. تمام. طيب بعد كده كلمة angry means غضبان معناها ايه؟ unhappy غير سعيدة. مروة told منى not lunch in an hour. بيقول لك مروة طول دمونة مروة قالت لها ان هي ايه تطبخ بقى الغدا ولا تفتح الشباك في ان اور. تعالوا نشوف مع بعض كده اهو to start cooking lunch in an hour. يبقى تبدأ تعمل الايه to start cooking. تمام. تبدأ تعمل الغدا. ايوة start. ايوة هي مظبوطة. طيب هنا بقى بيقولك يوسف hasn't met his friend not for a long time. ما قابلش صاحبه مين؟ بيقولك met his friend ايه احمد اهو. طيب نيجي بقى اللي بعد كده بيقوله do you know it is a good idea to have a pen friend. يبقى do you think هل تعتقد. نيجي اللي بعد كده بيقول she was wearing a very nice dress her friends liked it حبوه. يبقى الفستان كان ايه بيطفو. he is very clever he studies hard هو ذاكر بجد. يبقى he always عشان هو شاطر. can I يبقى على طول فعل في المصدر have. not the meat into small pieces before you cook it قالك قطع اللحمة يبقى cut. you not be careful when you use a knife you must be careful. تمام لازم تكون حذر. that book is not you should read it لازم تقرأ. يبقى الكتاب ده ايه good. A not is a person who asks others for money. مين بقى اللي بيطلب من الناس الفلوس؟ يبقى البجر اللي هو متساوي. go up the not her office is on the right. هيقول له go up the ايه مكتبها على اليمين. يبقى go up the stairs يعني اطلع الايه السلالم. you should study well there is an important not tomorrow. يبقى اكيد في تيست امتحان. what not has you لا have you عشان عندي ايه got. my uncle using to be a taxi driver 5 years ago يبقى used. طيب you shouldn't eat لا eat رجعها لأصلها. a bakery is the place I buy bread يبقى where. خلاص وبعد كده هتكتب ايه اللي الفاميلي دايما بتعمله في الهوليديز. هي برضو البراجراف بتاع الهوليدي الأجازة. تعالوا بقى نشوف الامتحان اللي بعده. بعد كده امتحان الغربية بيقول خالد is asking علي about his father's job. بيسأل عن وظيفة بابا قال له هاي علي what's your father's job مش عارفين لازم نقرأ كله. هنا سأله سؤال قال له he works in Tanta's prep school شغال في مدرسة طنطا. يبقى بابا ايه teacher. تمام لو كملت هتلاقيها تحت. سأله سؤال قال له he teaches English بيدرس انجليزي. do his pupils like him هل تلاميذه بيحبوه فمش عارفين فقال له do you want to be a teacher like him عايز تكون مدرس زيه. يبقى بابا ايه teacher. يبقى هنقول he is a teacher.
بعد كده سأله سؤال، قال له بيشتغل في مدرسة طنطا، يبقى بيشتغل فين؟ يبقى where، والسؤال والفعل هنا في اس، يبقى الفعل المساعد هنا هيكون does، والهي تطلع، وورك تطلعها من غير الاس. where does he work يعني اين يعمل؟ قال له بيعمل في مدرسة طنطا، وقال له بيدرس انجليزي، يبقى بيدرس ايه؟ what، وبرده teach هنا فيها اي اس، يبقى السؤال هنا ب does، what does he، وتيتش من غير اي اضافات، ونحط علامة الاستفهام. قال هل تلاميذه بيحبوها؟ نقول له yes sure، ايوه بالتأكيد، او of course. قال له عايز تبقى مدرس زيي؟ هيقول له yes I do، او yes of course برضو، او yes sure، ما فيش مشكلة. هنا بقى بيقول ايه، what does the passage talk about، القطعة بتتكلم عن ايه؟ بيقول لك they have been they there have been hotels for hundreds of years. They both might be different in the future. فممكن نقول له ايه، hotels in the past او ancient hotels، مفيش مشكلة. How do you think hotels will be different in the future؟ ازاي الاوتيلات هتكون مختلفة في المستقبل؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. ممكن نقول ايه، there were no people working. All the work there is done by، هنقول له I think، وناخد هنا الجملة دي ونكتبها في رقم 2، يبقى كل الشغل هناك هيبقى بالروبوتس، بالإنسان الآلي. طيب who writes the information at the hotels in Japan؟ خلي بالك ده السؤال ده فهم، فأنت لازم تقرأ مين هيكتب المعلومات في اليابان. نيجي كده ونشوف مع بعض. بيقول a robot tells you what to do، الإنسان الآلي هيقولك أنت تعمل إيه. You should enter information and your about yourself on computer، لازم انت تدخل معلومات عن نفسك. يبقى مين اللي هيكتب المعلومات؟ يبقى هتقول myself او by myself، او ممكن تقول I write the information by myself، بنفسي، او ممكن تكتب yourself، ما فيش مشكلة. كلمة دير بقى راجع على ايه؟ قال لك هناك، قال لك كل العاملين هناك، يبقى فين؟ في الاوتيل اهي. بعد كده بيقول all the work in Japan is done by، كل الشغل بيتعمل بواسطة الايه، الروبوتس. طب كلمة different عكسها ال opposite بتاعتها ايه؟ يبقى the same. طيب عندي بعد كده بيقول لك you always listen to music in your mobile، هل انت بتسمع الموسيقى؟ يبقى do you always listen to music. بعد كده بيقول you mustn't not your car here، ما ينفعش تركن عربيتك هنا، يبقى park. اوعى تقول لي park هنا معناها حديقة، لا دي معناها يركن. طيب I often not with my relatives on happy occasions، يبقى I communicate with، يعني هي دايما بيجوا وراها حرف الجر with. I always give money to a or an that helps poor people children، يبقى أنا بدي للإيه، للتشاريت الجمعية الخيرية. last summer my family not a fantastic holiday، يبقى had، لأن أنت عندك هنا last summer. a not is a place where people go when they do something wrong، لما بيعملوا حاجة غلط يبقى بيروحوا prison، السجن. My team not the cup in 2018، يبقى فاز بالكاس، يبقى cup one. The telephone rang while Tamer not doing his homework، تامر مفرد يبقى was. بعد كده بيقول wear sunglasses to not their eyes، يبقى protect. The note is an area of the very dry land، أول ما بتلاقي كلمة dry land يبقى الفورست الديزرت، وخلي بالك انك تكرر كتير جدا dry land، الأرض الجافة، يبقى على طول الايه، الديزرت. طيب you must using، لا هتبقى use. why are you driving so slow، لا هتبقى slowly، ليه انت بتسوق بسرعة. عمر is the boy which، لا الولد يبقى هو، او that دي او دي. I used to play football but I not now، يبقى I don't now. تمام. طيب هنا بقى برضو هتتكلم عن الهوليدي، ركز فيها عشان متكررة كتير جدا معانا. نيجي لمحافظة الدقهلية، بيقول هنا ايه، منى is asking أميرة about her daily routine، قالت لها what do you who do you live with، قالت لها انت عايشة مع مين، يبقى هتقول لها I live with، انا عايشة مع، وهو مكمل لك الباقي. قالت لها ايه بقى، how do you and your brothers go to school، قالت لها I walk to school with my brothers. قالت لها what's your not، قالت لها my favorite subject، يبقى اطلع favorite subject تاني. تمام. ف
فقالت لها مش عارفة ايه، قالت لها I sometimes not to music، يبقى how often. اول ما تلاقي الاجابة بظرف مظروف التكرار يبقى على طول how often. I sometimes listen. طبعا انت مش هيجيلك كلمة واحدة، انت هيجيلك سؤال كامل او اجابة كاملة. What do you do in the evening? I usually not a book، يبقى read. تمام. طيب اللي بعديها هنا بقى القطعة بيقول give a suitable title، ادي عنوان مناسب. هنا بيقول most people have three meals every day، breakfast lunch and dinner، they eat. ممكن اقول our meals، الوجبات بتاعتنا، او three meals. بعد كده what do you think people should eat and drink to keep healthy، الناس تاكل ايه وتشرب ايه عشان تبقى صحية. تعالوا نشوف كده مع بعض. هنقول اكيد لازم ياكلوا healthy food او healthy drinks. It's important، يبقى هنقول people should eat a lot of fruits، people shouldn't eat cakes، ونقول and drink a lot of water and milk. تمام. يبقى دي ودي، بس هتكتب بعدهم and، دي هتكون في رقم 2. تمام. طيب هنا بقى when do they eat their meals، امتى بياكلوا الوجبات بتاعتهم، يبقى هنقول in the evening afternoon و night، in the morning و the evening and the afternoon، morning و afternoon، يبقى دي رقم 3. طيب هنا معنى كلمة keep فين هي، هي keep healthy، يبقى stay healthy، هي هي. بعد كده people care about what they should eat for each meal، يبقى الناس بتكون حذرة من الحاجات اللي هي بتاكلها. هنقول هنا ايه، many ولا much ولا ايه، shouldn't mean to keep healthy، they should don't، اهو قالك most of them مش كتير، يبقى most of them don't care، مش بياخدوا بالهم، يبقى few people. طب كلمة زين راجع على ايه، بيقول لك هنا ايه most of them من اكيد الناس people. طيب نيجي للاختيارات، بيقول لك هنا the نقط take air into the body، ايه اللي بياخد الهواء، يبقى اللانجز، الرئتين. عدد زداد نقط ان كايرو، قرب بس الكاميرا شوية عشان البعيدة. بيقول عادل زداد ليف ان كايرو، هي ليف ان منصورة. بيقول لك بابا كان متعود ان هو عايش فين، لكن دلوقتي هو عايش في المنصورة، يبقى هل هو كان متعود ان هو عايش في القاهرة، لا، يبقى didn't used to. while I not the light went out، وانا بذاكر النور قطع، يبقى حدث قطع الاخر، يبقى was studying، لان هنا ماضي بسيط. دمياتا is not in the north of Egypt، يبقى located، تقع. This is the hospital is near my house، دي المستشفى اللي جنب بيتي، يبقى هنا بيوصف، يبقى which. they should try to not friends، يبقى make friends. random means happening without a plan، الحاجة العشوائية بتحصل من غير تخطيط او خطة. تمام. بعد كده that book not you should read it، عمالة تتكرر معانا، يبقى الكتاب ده جميل. Tanta is none، none ايه، none for، معروفة ب it's delicious sweets. many people in the city live in a lot of flats، يبقى block of flats. the children are singing loud، لا، loudly. طيب my fish catch in the sea، many fish، لا، يبقى are caught. تمام. طيب بعد كده هنا ايه، it isn't rain outside now، لا، مش rain، raining، مضارع مستمر. you shouldn't study hard، هتبقى should. بعد كده هتتكلم عن الووتر، وسهل جدا جدا انك تتكلم على الميه. نيجي هنا لامتحان محافظة البحيرة، بيقول a tourist is asking a man about the temples of Luxor، excuse me can I ask you some questions، قال له sure، where are the temples، فين المعابد، فمش عارفين، فسأله سؤال، قال له yes they are far from here، قال له ايوه بعيد عن هنا، قال له how not there، قال له you not train، قال له thank you so much. طيب هنا قال له ممكن اسألك بعض الاسئلة، فهيقول له اه، قال له فين المعابد، يبقى هنقول له they are at Luxor، هما في الأقصر. سألوا سؤال، قال له أيوة هما بعاد عن هنا، يبقى هنشطب على yes ونعكس أول كلمتين، هتبقى are they far from here، قال له هل هما بعاد عن هنا، فقال له how not there، يبقى قال له بالقطر، يبقى هيقول له how
do أو how can I go there. قال له you can go by train، هتروح بالقطر. قال له thank you، يبقى هيقول له you are welcome. اي حد يقول لي thank you or you're welcome. بعد كده هنا بيتكلم على التايم، الوقت. هنا بيقول لك ايه عنوان مناسب، يبقى تايم. تمام. in your opinion how can we make the best use of our free time، ازاي استغل وقت فراغي. تعالوا نشوف كده هو بيقول ايه. هنا بيقول ايه، free time you should spend it in a useful way، اعمل استغله في حاجة مفيدة. هنا بيقول لك mix the best use of them، ممكن نقول some people، ممكن اقول زي I مثلا like practice sports to keep fit strong. تمام. ممكن نقول and I prefer reading، فدي صح ودي صح، فممكن اكتبها في رقم 2. طيب what is the importance of school libraries، ايه اهمية مكتبات المدرسة. تعالوا نشوف كده. بيقول لي they can read and borrow books and know about اهو اهو لحد ايه، لحد الاخر كده، ونكتب في رقم 3. يبقى هنقول people، ممكن بدل كلمة زي دي هقول people او children students اي حاجة. طب ايه تبقى راجع على ايه. هنا قالك ايه the best use of it، افضل استخدام ليه، يبقى بيتكلم على الايه التايم، الوقت اهو. بعد كده كلمة strong، هنا عايز الأوبزيت بتاع strong، هتبقى weak ضعيف، اللي هي بالإي A. طيب you should spend our time in a not way useful way. تعالوا بقى للاختيارات. أول حاجة بيقول they are waiting not for the match، يبقى waiting excitedly. طيب عندي one of the boys not absent today، واحد من الأولاد يبقى غايب النهاردة، يبقى is absent لأن واحد. تمام. Where did your family used to live، دي ليه بس ما خدتش used عشان ده سؤال. When we need a computer engineer to not our computer، يبقى repair يصلح، لكن repair يعد أو يجهز. بعد كده بيقول she is a not she saved so many people، هي أنقذت ناس كتير، يبقى هي hero. My mom always not my breakfast، يبقى makes my breakfast. You mustn't not the electric wire، يبقى you mustn't touch، ينفعش تلمس الحاجة الكهربائية. We listen to the world not on the radio، يبقى world ايه news، أخبار العالم. The opposite of end، عكس النهاية، يبقى begin البداية. I prefer sitting on my knot in my bedroom and read my favorite story، هقعد على ايه، يبقى armchair. طيب is this the car who I bought، لا which I bought. طيب مش عارف which، ممكن اكتب له ايه Z. You mustn't do stop، لا stop بس. بعد كده she drank a few water، هتبقى less water، هي شربت مية قليلة، او little water، خلاص خليها little water. One of my friends is called صلاح، one of my friends. بعد كده بيقولك هتكتب ايميل عن السكسس، النجاح، او بتهني صاحبك على نجاحه. تمام. طيب هنا بقى عندي محافظة كفر الشيخ، بيقول ايه هدى suggests going to the citadel. هنا بتقول لها بتقترح عليها، هدى suggests going to the citadel، يعني هي بتقترح عليها روحوا القلعة، فبتقول لها hello منى what about going to the citadel، مش عارفين. فسألتها سؤال، قالت لها we can take a taxi، ممكن نركب تاكسي. سألتها سؤال تاني، قالت لها صلاح الدين الأيوبي built it، صلاح الدين الأيوبي بناها، فقالت لها ليه. فسألتها هي ردت عليها، فقالت لها protect Cairo is it a historic building، فردت عليها. طبعا هنا هتقول لها ايه رأيك نروح القلعة، فهتقول لها it's a good idea، فكرة ايه جميلة، او okay مفيش مشكلة، اي حاجة صح. هنا بقى قالت لها ممكن نروح بالتاكسي، يبقى هتقول لها how can او what can we take، ايه اللي ممكن نركبه، او how can we go there، ازاي هنروح هناك. فقالت لها هنروح هنركب تاكسي، وبعدين سألتها قالت لها صلاح الدين الأيوبي بناها، يبقى هتقول لها هو
built it أو who did build it، ما فيش مشكلة الاتنين صح. who built it قلت لها صلاح الدين الأيوبي. ليه؟ قلت لها to protect كايرو، عشان يحمي القاهرة. قلت لها هل هو مكان تاريخي؟ فهتقول لها yes it is. بعد كده القطعة بتقول سامر works as a volunteer for the charity، بتعمل كانت متطوعة في جمعية خيرية. ادي عنوان مناسب، فهنقول مثلا ايه voluntary work، العمل الايه التطوعي. طيب بعد كده when does فاطمه visit a home for old people، امتى فاطمه زارت الهوم بتاع الاولد بيبول؟ قالت فاطمه visits a home for old people who are disabled so it's difficult for their families she goes after school on Thursday. يبقى هنقول الجزئيه دي تمام، وهنبدا نقول عندها رقم 2. بعد كده why do people donate money to the charity which احمد works for، ليه الناس بتتبرع بالفلوس الجمعيه اللي احمد شغال فيها؟ اهو people donate money for charity to buy food for the animal and horses or camels، اهي دي رقم 3. بعد كده here refers to اللي هي هي، هنا بقى بيقول مسز نهله she worked as a nurse، هي بتشتغل وفاطمه بتحب تتكلم معاها، يبقى على مين؟ مسز نهله. It's nice for people to not on the beach، حلو للناس ان هي ايه على البيتش، يبقى it's not nice for people، يبقى leave rubbish ان هم يسيبوا الزبالة على الشط. كلمة pick up معناها ايه؟ collect تمام. طيب بعد كده بيقول هنا ايه I turned on the knot to wash my face، فتحت ايه عشان اغسل الوشي، يبقى التاب اللي هي الحنفية. You got a new car، ده انا عندي got، يبقى I have. has اليو هتاخد معها مين؟ have. نيجي للي بعديها بيقول the skin of a zebra is striped، وقلناها كتير جدا، جلد الحمار الوحش مخطط. and what teaches people how to play sports or improve their skills، مين بيعلم الناس الرياضة؟ يبقى sports coach اللي هو الكابتن الرياضي. my father not as a doctor for 2020، يبقى اشتغل كمتطوع كدكتور، يبقى worked as. Earthquakes and volcanoes are natural disasters، كوارث طبيعية. You can enjoy watching amazing plays in the، خلي بالك بقى من كلمة plays هنا، مسرحيات، يبقى أنا هشاهدها فين؟ في الثياتر اللي هو المسرح. You not visit here it's against the law، ضد القانون، خلي بالك من الكلمة دي عشان هي دي مفتاح الحل، يبقى you mustn't، ما ينفعش. The boat used for holding flowers is called a vase أو vase، الاثنين صح. You we use not language to communicate with people who can't hear، يبقى sign language. بعد كده I not used to smoke، يبقى I didn't use. The park is a place not we go for holiday، تبقى طبعا where، المكان اللي احنا بنروحه في الأجازة. Mary never get no gets مفرد. هالة read a story when her son dropped the toy، انا عندي وين وعندي هنا ماضي بسيط، يبقى هنا ماضي ايه مستمر، تبقى was reading تمام. بعد كده هتكتب عن الهوليديز عماله تتكرر معانا. نيجي لمحافظه دمياط اهي رقم 11. منا's mother had an accident and broke her leg، مامت منها حصل لها حادثه ورجلها ايه اتكسرت. فبتقول my mother didn't go to work yesterday، ماما ما راحتش الشغل امبارح. يبقى سألتها سؤال، قالت لها because she had an accident، يبقى هتقول لها ليه؟ why didn't she go to work، ليه هي ما راحتش الشغل؟ قالت لها لان هي حصل لها حادثه. فسألتها سؤال، قالت لها she fell down and broke her leg، قالت وقعت وكسرت ايه رجلها، يبقى هتقول what happened، ماذا حدث تمام. طيب قالت لها مش عارفه ايه، قالت لها thanks you are so kind، قالت لها شكرا يا انت ايه عطوفه. فممكن تقول لها انا ممكن اجي ازورها او I wish her speed recovery، او اتمنى لها الشفاء العاجل، اي حاجه كله صح. هتقول مثلا ايه I will visit her، انا هزورها تمام. فسألتها هنا قلت لها انت عطوفة، فممكن هتقول لها ايه thank you او thanks شكرا ليكي،
What does the doctor say؟ الدكتور قال لها ايه؟ قال لها the doctor says she will be better، فهتقول لها ايه؟ I wish her a speed recovery، يعني اتمنى لها الشفاء لايه؟ العاجل. بعد كده بيتكلم بيقول الانجليش از يوزد فور تيتشنج الموست سبجكت. طيب هو هنا المين ايديا بيتكلم على الانجليش. بص حل زي انا بشوف السطر الاول بيتكلم عن ايه ونروح واخدين منه الخلاصه. Why do foreigner tourists communicate with the Egyptian in English؟ ليه السياح بيتواصلوا مع المصريين باللغه الانجليزيه؟ هنقول because it's the most international of languages، يبقى دي نمبر 2. خلاص. بعد كده do you think it's important for you to learn English؟ why، هل من الضروري ان احنا نتعلم English؟ هقوله طبعا yes because it's very important. او to مثلا ايه؟ to find many jobs. تعال نشوف هنا هو كاتب ايه. ماشي، احنا هنكتبها احنا من دماغنا، هنقول له yes because English is used in many countries، بنستخدمه في دول كتير، او هنقول ان هو مهم في مجالات كتير. طيب كلمة available معناها ايه؟ بيقول هنا فين كلمة available؟ because it's available language for business culture. اهو ممكن برضو نقول الجملة دي اهو في رقم كام؟ في رقم 3. هنقول له yes because وتبدأ تكتب الحتة دي، اللي ان هو available language for business، اللغة المتاحة، يبقى هو مثلا ايه؟ useful، المفيدة. طب ايه بقى راجع على ايه؟ بيقول because it's the most international languages، يبقى بيتكلم على الانجليش. Chinese is spoken by one not of the world population. ال Chinese one of the ايه؟ تعالوا نشوفها كده اهو. بيقول هنا ايه؟ spoken by force of the world، يبقى هنختار هنا ايه؟ force. تعالوا للاختيارات. بيقول I go to the bakers with my mother we with buy bread in the morning. بيقول انا بروح الماركت مع ماما. البيكرز يبقى ايه؟ ديلي، احنا بنروح له في الصباح. زي سكين اوف الزبرة، قلنا لسه قايلينه سترايبد. وي نيد ا كمبيوتر انجينير تو نوت اور كمبيوتر بيكوز ات دازنت ورك، يبقى ريبير. تمام. بعد كده نقط does experiments to study and find out about how things work، يبقى scientist. علي fell off his bike and had a big knot on his arm، يبقى cut. طيب that's my sister she is smiling not in the camera، يبقى happily. بعد كده Egypt is not as Jordan، خلي بالك عندك as، يبقى as hot as. تمام. بعد كده بيقول my brother works for a big oil a company، شركة بترول كبيرة. هانا is very not and leaves her toys all over the floor، يبقى هي ميسي عشان بتسيب اللعب بتاعتها في كل مكان على الأرض. My sister is a happy person not always has a smile on his face، يبقى هي شخص، يبقى هو. زي هنا بقى زي drive around the city at the moment، مضارع بس مستمر اهو، يبقى they are، والدرايف هتحوش ال e وتحط i n g. While Mona play tennis she cut her arms، لا هتبقى was playing اهي. تمام. بعد كده in the library you must eat or drink، لا تبقى mustn't. My grandfather used to play football when he was young but he now he can't، يبقى used. وبعد كده هتتكلم على الديلي روتين. بعد كده عندنا محاضرة رقم 12 الإسماعيلية. جودي is asking جانا about her house، بيتكلم عن ايه؟ منزلها. do you live in a flat or a house؟ قالت لها انت عايشة في شقة ولا في بيت؟ فقالت لها مش عارفة ايه، a large garden، يبقى في حديقة كبيرة، يبقى هي عايشة في الايه؟ في الهاوس. يبقى I live in a house with a large garden. قالت لها fantastic. سألتها سؤال، قالت لها we have good three rooms a bathroom and a kitchen، قالت لها احنا عندنا ثلاث ايه؟ غرف. يبقى هتقول لها
How many rooms do you have؟ بنحط علامة الاستفهام. Have you got a bedroom of your own؟ مش عارفة ايه، قلت لها with my sister، فهتقول لها no I share it with my sister، قلت لها لا انا بتشاركها مع اختي. سألتها سؤال قلت لها هنا because، يبقى تسأل why. It's very comfortable، it has a big window and a wardrobe، يبقى ليه، هتقول لها why do you share the room، ليه انتوا بتتشاركوا الغرفة، اللي تلاقيها لانها كبيرة ومريحة. قلت لها are there curtains in your rooms، هتقول لها yes there are. نجيبها للصفحة اللي وراها. القطعة بيقول هنا Mrs. Hala was a teacher of English in preparatory school، she was very kind. طيب وبتتعامل مش عارفة مع الأطفال بإيه، يبقى هنقول مثلا إيه Mrs. Hala's life، حياتها as a teacher، كمدرسة وأي حاجة تاني. طيب why did Mrs. Hala come to school at 7 o'clock؟ ليه Mrs. Hala بتروح الساعة 7؟ هنقول she used to come to school at 7 o'clock in the morning to give، اهي دي هتكون نمبر كام، نمبر 2، عشان بتدي الطلاب دروس ايه زيادة. طيب why do you think all students like Mrs. Hala، ليه بيحبوها، اكيد لانها kind. اهو هنقول because she was very kind and helpful، ودي رقم 3، بس هنكتب هنا because. تمام. طيب ندى is not in her family، تعالوا كده نشوف. here سما قال ندى and her only، هي هتبقى the youngest daughter. سما هو is like English، ندى is the youngest. تمام اهي. طب هير رجع على ايه، فين هير؟ all students liked her، بيحبوها، يبقى مين، Mrs. Hala. بعد كده kind الأوبزيت بتاعتها هتبقى unkind. طيب there is a brown note on the floor in our living room، ايه هي اللي بتكون على الارض، يبقى الكاربت. يبقى تكتب كده معايا لما بلاقي كلمة floor الارض يبقى هختار الكاربت او الكاربتس، ولما الاقي الويندو او الويندوز تمام هختار الكارتنز الشبابيك. يبقى لما الاقي الارض يبقى هختار السجاد، ولما الاقي الشبابيك هختار الستاير، والعكس بقى. هنا بقى بيقول سلمى ويز نوت اب ذا كيتشن افتر كوكينج، يبقى تيديس اب، بترتب المطبخ. هنا بقى اوران از ا موديل اوف ا بيرسون، بيبقى نموذج لشخص، يبقى ده الفيجر اللي هو التمثال. which sport do you like to do؟ if there is a problem with your computer system you can call a note، يبقى computer engineer. I don't think I know the answer of this question، يبقى no. the nurse is a note، she saved a lot of people، يبقى هي انقذت حياة كتير، يبقى hero. my father always not basketball، my father مفرد يبقى plays. when a children speaks to adults they not say mister or miss، يبقى they must، ما عنديش must تبقى should. you not touch the statues in the museum، يبقى you mustn't. تمام. how often do علي هتبقى does. طيب where be you going هتبقى where are you going. this train goes fast than، تبقى faster than. this is the museum the school visit last year، طبعا هنا بيوصف المتحف اللي المدرسة راحت زرته، يبقى which. طيب عندنا هنا helping at home، يبقى انا هقول اعمال المنزل. نيجي بقى لمحافظة السويس. هنا بيقول ايه، دعاء and مريم are talking about daily routine. do you have a daily routine مريم، هتقول لها yes I have. طيب سألتها سؤال قالت لها انا بستيقظ الساعة كذا، يبقى when، لسه حلينها من شوية، when do you get up. قالت لها do you make your breakfast، مش عارفين، فقالت لها ماما دايما بتعمله لي، يبقى لا no I don't. سألتها قالت لها مين، يبقى who makes your breakfast.
بنحط علامة الايه الاستفهام. بعد كده قالت لها how do you go to school every day، يبقى هتقول I go to school by bus. نحط ايه النقطة. نيجي للقطعة هنا بيقول every winter students thousands of tourists come to Egypt from all over all parts of the world. ما علينا، ادي عنوان مناسب، يبقى ممكن نقول Egypt او Egypt's history او Egypt is a wonderful country. مفيش اي مشكلة. اهي Egypt is a beautiful country. مصر دولة ايه عظيمة. ينفع اقول ايجيبت بس يا مس؟ صح. طيب هنا when do tourists come to Egypt، امتى السياح بيجوا مصر؟ يبقى every winter، يبقى دي نمبر 2. بعد كده where do tourists see Tutankhamun and his jewelry، بيشوفوا فين بقى الملك توت عنخ آمون؟ يبقى اكيد في المتحف. اطلعها من هنا اهو in the Egyptian Museum. هنكتب بس in وهي تبدأ تكتب the Egyptian Museum، دي رقم 3. طيب it هنا راجع على ايه؟ تعالوا نشوف فين it. اهي when it is very cold in their countries، بيقول لما بيكون في برد they like to visit Luxor and Aswan. يبقى when it is، يبقى الكلام راجع على الايه الweather الطقس. tourists like to visit the ancient treasures in، بيحبوا يزوروا الكنوز الايه القديمة فين؟ and temples، يبقى فين؟ في أسوان والأقصر. طبعا عندنا هنا يبقى الأقصر أنا أسوان. كلمة wonderful means معناها ايه؟ حاجة أصم رائعة. نيجي هنا نشوف بيقول I hope to know it from you soon. بيقول أنا أتمنى أن أنا ايه يعني from you soon، منك قريب، يبقى I hope to hear from you، يعني أسمع عنك. It's normal to not worried، يبقى get worried، ما عنديش feel تبقى get worried. بعد كده he seems to be hungry، let's not our eat with him، يبقى let's share. A random of kindness، يبقى a random act. I love my bedroom، I have a big white wardrobe in the corner. تمام. طيب بعد كده بيقول we received some not news yesterday، our friend have an accident، عمل حادثة، يبقى terrible news. our school not at 3 o'clock every day، يبقى finishes. we can watch a football match at the stadium. I not to know much about my family history، يبقى I didn't used to. اهي بعد كده Amir is carrying the eggs carefully. بعد كده عندنا why are you study hard why are you study hard for your test، يبقى why do you. what were you going when I found، اهي ليه يا مس؟ عشان عندي when بيجوا وراها ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر. cotton clothes sold sell all over the world، يبقى are sold مبني للمجهول. The tourists which visit Egypt، لا who visit Egypt. بعد كده هتكتب ايميل عن صاحبك، عن شخص انت براود بي، تمام، الفيفوريت بيرسون او الهيرو، وانا نزلت لكم الفيديو ده. طيب محافظة بقى الفيوم رقم كام؟ رقم 14. بيقول باسم is advising رحمة about her visit to the Egyptian museum، بيكلمها عن زيارته للمتحف الايه المصري. قال لها ايه؟ where are you going next weekend، رايح فين الاسبوع القادم او اجازة الاسبوع؟ فقالت له the Egyptian museum is fantastic، يبقى هيقول لها I am عشان عندي are you، يبقى I am going to the Egyptian museum، تروح منزلها تاني تحت. طيب سألته سؤال، قال لها I'm going with my friends، يبقى هتروح مع مين؟ يبقى whom او with whom، who will لا بقى مش will لان عندي I am، يبقى هتبقى are you going with، رايح مع مين؟ قال لها مع اصحابي. سألته سؤال، قال لها باي باص، يبقى هتقول له how are you going there، كيف سوف تذهب هناك؟ قال لها بالاتوبيس. قالت له do you know what you must do there، فمش عارفين فلات what must I do، يبقى هنا هيقول لها no
اي دونت، قالت له هل تعرف هتعمل ايه هناك؟ فقال لها لا. وبعدين قال لها اعمل ايه؟ قالت له يو ماست وير ماسك اند دو نوت ثانك يو فور يور ادفايس يور ماي براذر باسم. طيب هنا قال له لازم تلبس الماسك كان ايه طبعا مثلا ايه اند دونت مثلا eat or drink there، يبقى لا تاكل ولا تشرب هناك في المتحف. بعد كده المحادثة القطعة بيقول last summer يوسف wanted to go on holiday، يبقى بيتكلم عن الأجازة الهوليداي، يبقى هنا بيتكلم على الهوليداي. طيب بعد كده do you think يوسف spent a nice holiday، هل هو قضى أجازة كويسة؟ هو قال بقى ايه قعدنا ومش عارفة وايه وليه، يعني انت هتقول yes هتقول yes because او no no because، يبقى هتدي سبب على طول. طيب هو بيقول استمتعنا كان يوم جميل في شرم الشيخ وسبنت ايه in the morning، يبقى enjoyed singing and dancing، يبقى هنقول yes because إيه لان هم بقى ايه ممكن بقى نقول ان هم راحوا الاسكندرية وقعدوا في اوتيل كويس وراحوا عملوا شوبينج وكمان رسموا البتاع ده البويلد ايجز واستمتعوا بوقتهم هناك، فكل الحاجات دي صح. يبقى هنقول yes because he stayed، اي حاجة هتكتبها هتكون صح، stayed at a nice hotel تمام. ممكن تكتب and وتاخد مثلا ايه boiled eggs for breakfast تمام in the fields، دي برضو صح، ممكن تكتبها في رقم 2، كل ده صح. طيب كلمة it راجع على ايه؟ يبقى على طول الاجابة بتاعتي هتكون it refers to، راجع على ايه بقى it؟ بيقول هنا ايه he spent it with my cousins، على مين؟ يبقى شم النسيم، يبقى هشام ال نسيم تمام. طيب هنا بيقول البيرنتس معناهم ايه؟ يبقى الفازر والمذر الاب والام. ان الكسندريا يوسف يوسف ذا فاميلي ستايد، قعدوا فين؟ يبقى ات اوتيل فندق جميل. ان الكسندريا زي وينت نوت افري مورنينج، في كل يوم في الصبح بيعملوا ايه في اسكندريه؟ تعالوا نشوف كده افري مورنينج زي وينت سويمينج تمام، يبقى بيعملوا سويمينج. نيجي للاختيارات ماي ديلي نوت از ذا سيم، يبقى ماي ديلي روتين. اسوان از نوت ان ذا ساوث اوف ايجيبت، يبقى لوكيتد. طنطا از نوت فور، يبقى فيموس فور، ما عنديش فيموس يبقى نون. I live in a city but my grandparents live in not among fields، انا عايش في المدينة يبقى هم عايشين في الايه في الفيليج في قرية. While we not home our عمر found me، وانا مروح البيت او انا مسافر البيت عمر رن عليا، يبقى حدث قطع الاخر يبقى we're traveling. طيب are boys and girls from 13 to 19، من 13 ل 19 يبقى teenagers. هبة used to get up early but now she does، يبقى هي كانت متعودة يبقى didn't مش متعودة. Countries will use not energy from the sun، ده انا عندي sun يبقى green energy يبقى طاقة نظيفة. We haven't got not milk، هتبقى any milk. دكتور مجدي يعقوب is one of the best heart ايه يبقى surgeons جراحين القلب. What not you do every day، يبقى what do you do، لازم تكتبها كده. Shall we، لا ده فعل في المصدر تبقى play. طيب a police officer visits the school today، يبقى visits بيزور المدرسة النهاردة. It's important to drive careful، لا carefully تمام. بعد كده هتكلم على السبورت الرياضة ودي انا كاتباها لك. نيجي لمحافظة بني سويف، بيقول احمد اسكس مازن about his job، احمد بيسأل مازن عن وظيفته، قال له can I ask you some questions about your job، فهيقول له ايه yes sure او yes of course او yes you can. طيب سأله سؤال قال له اما دكتور، يبقى هيقول له what's your job، انت متحلش زي كده على طول، لا اقراها كلها. ايه هي وظيفتك؟ قال له دكتور، قال له where do you work، بتشتغل فين؟ يبقى هيقول I work in a hospital تمام. قال له do you like your job، هيقول له ايه؟ قال له but it's very tiring، يبقى yes I do تمام. سأله سؤال قال له I work for 8 hours every day، بشتغل 8 ساعات، يبقى هيقول له how many hours
do you work. عايز تكتب every day اكتبها، مش عايز خلاص. بعد كده هنا القطعة بيقول I love historic places like Petra and Jordan. ماشي ما علينا. هنا العنوان المناسب هتبقى ال historic places، الأماكن التاريخية. تمام. طيب what do you think we should to historic places، نعمل ايه عشان الأماكن التاريخية؟ يبقى أكيد we must protect it. هنشوفها هنا، لو ما عنديش هنا يبقى هنقول we should protect them، لازم نحميهم. بعد كده how old is Petra، Petra عمرها قد ايه؟ قال له it dates to around اهو، ودي هتكون رقم 3، عمرها من حوالي 300 سنة قبل الميلاد. طيب كلمة زي راجع على ايه؟ قال لك هنا ايه our guide explained how the temples are، they are very really ancient، يبقى هم قدام جدا، يبقى مين؟ التمبلز. طيب the opposite of modern، عكس كلمة modern يبقى ancient، قديم. we must buy a note to visit Petra، لازم اشتري ايه؟ يبقى ticket، تذكرة. نيجي لل choose a note is not an example of wildlife، مش مثال للحياة ال wild، يبقى كده الجايد، الحياة البرية. أنا وات إز سم وان يو دونت نو، حد أنتم متعرفوش، يبقى سترينجر. يعني إيه سترينجر يا مس؟ يعني غريب. بيبول نوت شو زير باسبورتس وين زي ليف ذا كانتري، مين هم؟ بيقول لك لازم نبين الباسبورتس بتاعتنا، يبقى وي شود ولا وي ماست؟ لا وي ماست، لأن مش نصيحة، أنا مش بدي نصيحة، ده إجباري، حاجة لازم. يو ماست، لا ولا كمان ماست يا مس، ده هتبقى هاف تو، الزام خارجي، لازم، حاجه ضروريه جدا يعملوها. This book is not you should read، يبقى الكتاب ده جميل، يبقى فانتاستيك. طيب what did علي not for lunch a big pizza، يبقى what did علي، انا عندي سؤال، يبقى فعل في الايه، في المصدر، في الماضي. بعد كده بيقول لك ادم fell off his bike and had a big knot on his arm، يبقى cut. Your father can know the car on his road. It's very quiet. بيقول باباك مش عارفة لازم ايه الكار، لازم يركن العربية. It's very quiet. اهي بعد كده احمد is playing very not. I think he will score a goal. بيلعب كويس جدا، يبقى very well. طيب he puts his clothes in a big chest of drawers. You can see yourself in a mirror. طيب the new book who I bought، لا which I bought أو that. طيب بعد كده بيقول my favorite city located، لا is located. بعد كده the boys were waiting very excited، لا هتكتبها وتحط لها ال y بس عشان المكان اللي عندي مش هيكفي. when the students look at the ruins it started to rain، وهم بيبصوا على الطلال قال لك ايه بدأت تمطر، يبقى في حدث قطع الاخر، يبقى هتبقى where، لان students جمع ولوك هتبقى looking. بعد كده هنتكلم عن البيدروم اللي هي غرفة النوم، وانا نزلتها لك برضو الحمد لله. نيجي بقى هنا لمحافظة المنيا، بيقول ندى is telling ايمان about her hero، ندى بتقول لي ايمان عن الهيرو بتاعها البطل. قالت لها who is your hero ايمان، فمش عارفين. قالت لها what was your grandfather job، يبقى هتقول لها my grandfather is my hero. قالت لها وظيفته ايه، فمش عارفين. فقالت لها سؤال تاني، قالت لها هو بيشتغل في مستشفى في القاهرة، يبقى هو ايه، يبقى هي مش از بقى، he was a doctor، هو كان ايه دكتور. هتقول لها هو كان بيشتغل فين، يبقى where، والفعل هنا الفعل في ايدي، يبقى where did he work، مش worked. قالت لها في مستشفى في القاهرة، سألتها سؤال، قالت لها no he wasn't a surgeon، يبقى هتقول لها was he a surgeon، فقالت لها لا ده هو كان oh no كان dentist. are you proud of him، هتقول لها yes I am. هنا قال dentist، يبقى هنا مش دكتور، هنا هيكون dentist. انت بقى متعملش زي انا بنجز بس عشان وقت الفيديو، لكن انت اقرا كله عشان تعرف تطلع، ما تغلطش زي كده.
طيب my name is رفايدة I usually get up وبتقول إن هي بتصحى الساعة كذا، يبقى على طول ده التايتل بتاعنا هيكون daily routine. daily routine تمام. طيب هنا what do you think of رفايدة، ايه رأيك في رفايدة؟ هي طبعا بتذاكر بجد ومش عارفة وايه وبتساعد مامتها، يبقى هنقول she is very helpful. ليه بقى؟ يبقى هنقول because she، هنقول بقى because she هنا بقى helps her mother او her mom اهي make ايه make lunch. ممكن تكتبها هنا او تقول لحد هنا برضو صح. طيب what does she do at break، هي بتعمل ايه في الفسحة؟ I break I have some sandwiches and talk to my friends. هتغير ايه بس؟ بدل ال I هتبقى she وبدل have هتبقى has، يبقى she has some sandwiches and talk to my friends هتبقى her friends. my بس هي اللي هتتغير. تمام بس كده. يبقى دي رقم كام؟ رقم 2. طيب بعد كده طبعا التايتل هتبقى daily routine. رفايدة's house is not from her school. البيت بتاعها فين؟ تعال نشوف كده. بتقول هنا my house is not far، مش بعيد عن المدرسة، يبقى هنقول ايه near، ما كلمة مش بعيد يعني قريب. talk بقى هنا معناها ايه؟ speak. طيب زم راجع على ايه؟ I play with them، انا بلعب مع اصحابي، يبقى هنا الفريندز. بعد كده بيقول هنا ايه؟ is a place where people go when they are do something wrong، لما يعملوا حاجة غلط يبقى بيروحوا البريزن. we have a beautiful night on the floor، على الارض يبقى الكاربت. طيب we need a computer engineer to repair، عشان يصلح. to be not is to be happy، يبقى grateful، تكون ممتن او شكور. بعد كده I will have a plan for a new job، يبقى interview. a not is someone who works for no money، من غير فلوس، يبقى كده volunteer. I usually not my baby sister when my parents are away، يبقى أنا بعتني بأختي، يبقى look after. she not a sports person، خلي بالك عندك ظروف تكرار، يبقى ظرف التكرار الأول وبعدين الفعل. طب ما أنا عندي هنا never وعندي never، بس هنا فعل في المصدر وهنا في s. الشي تحب الحاجة اللي فيها الايه الاس. thank you very much for your email was my interesting which، لأن الإيميل غير عاقل. not your friends ready، هل أصحابك جاهزين للامتحان، كانوا جاهزين للامتحان امبارح، يبقى were your friends. تمام. جيزا نون، يبقى is بدل نو هتبقى نون، نحط ان في الاخر، معروفة بيه. ايا and I be studying math yesterday evening، خلي بالك امبارح، يبقى احنا كنا بنذاكر، يبقى were studying. why are you walking so quick، هتبقى quickly. everyone in the picture was happy، كل الناس في الصورة كانت سعداء. خلي بالك ان كلمة everyone بتتعامل معاملة المفرد. طيب random acts of kindness كتبنا برضو عنها. هنا بقى محافظة انا، بيقول هنا ايه؟ فاطمة asks her friend سارة about her favorite sport، بتسألها عن رياضتها المفضلة. hello Sara what's your favorite sport، مش عارفين. فقالت لها who is your favorite footballer، فبرضو مش عارفين. فسألتها سؤال، قالت لها مو صلاح بلايز فور ليفربول and which is your favorite football team، وفريقك المفضل، فمش عارفين. فرحت سألتها قالت لها yes they score many goals. طيب يبقى هنا بتسألها عن الرياضة المفضلة، عندك حلين، يا تقول my favorite sport is كذا او I like كذا. انا هكتب I like football، بحب ايه؟ كرة القدم. ليه بقى؟ قالت عشان هنا من هو الفوتبولر، لعب كرة القدم، يبقى تقول لها مو صلاح is my favorite footballer، تجيبها تاني هنا وتحط نقطة من عند دي. بعد كده سألتها وقالت لها هو بيلعب في ليفربول، يبقى where does he play، أين يلعب. طيب بعد كده بيقول ان which is your favorite football team، فريقك المفضل، ممكن تقول ليفربول زي ما هو كاتب، او ممكن تقول الاهلي، هنقول my او الزمالك عشان ما نزعلش حد. my favorite football team is، واكتب انت الايه الفريق المفضل عندك، انا هكتب الاهلي عشان ايه صغير، الاهلي.
تمام، كله يعرف يكتبها. طيب بعد كده قالت لها هنا هل بيسجل اهداف كتيره، يبقى هنا سالها بايه؟ بيس. يبقى انا هعمل ايه؟ اشطب على يس واقول دو زي سكور ميني جولز، اللي هما بيسجلوا اهداف كتيره. قالت لها اه. طيب بعد كده هنا القطعة بيقول what's the main idea of the passage، عندنا هنا بيقول British adventurer called، هو هنا بيتكلم على ال British adventurer، فاحنا هنقول هنا a British adventurer، هنا هتكون number one. بعد كده why did he think the objects were from a museum، بيقول ليه تعتقد ان الحاجات دي كانت من متحف، ليه هو قال ان الحاجات دي كانت من متحف، حلينا قبل كده القطعة دي. تعالوا هنقول ان كان عليها ليبلز، انا فاكراها لحد دلوقتي. كان عليها ليبلز، فين هنا؟ فين الكلام ده؟ بسم الله. فين كانت هنا؟ وير اهو. هنقول the object all had labels on them، يبقى هنقول هنا because، وتبدأ تكتب دي نمبر 2. تمام. طيب كلمة زم راجع على ايه؟ هنقول it refers to، راجع على ايه؟ هم، قال عليه هم، يبقى على مين؟ ال objects. the، it refers to the objects، نحط نقطة. طيب بعد كده دي هنا objects، ايه هنا؟ طب بعد كده بيقول some of the objects in the museum were، كان في بقى حاجات في المتحف كانت من 2000 سنة، ولا نفس عمر القصر، ولا أجدد من القصر، ولا أقدم من القصر. تعال نشوف كده، هو هنا قال من 450 قبل الميلاد، وبعد كده قال إن هي من 1500 سنة older، أقدم. تمام، يبقى هنقول إن هي a lot older than. طيب هنا بقى what do you think of underlined collection، معنى كلمة collection يا أولاد؟ يبقى means a palace، ولا innovation، ولا things without name، ولا things they kept together، يبقى حاجات بنجمعها مع بعض. طيب what did Leonard Woolley learn about them in the past، اتعلم عن ايه في حياتهم، او اتعلم عن ايه في الماضي؟ he learned that people were interested in history، قال ان الناس كانت مهتمة بالايه؟ بالتاريخ اهي. بعد كده عند الاختيارات my grandfather not football when he was young but now he can't، يبقى used to play football، كان متعود ان هو يلعب كرة قدم. بعد كده my clothes were clean and dry so I knot them all way، قال كل ملابسي كانت نظيفة يبقى انا put away، يبقى رتبتها. which of these can you not usually put in a recycling bin، ايه هو اللي ما ينفعش ان انا احطه في سلة زبالة؟ يبقى اكيد الووتر. the boys are waiting not for the football match، يبقى excitedly. the mountain was very high and we all felt not at the top because we thought we might fall، يبقى we كلنا felt a scared، كنا مرعوبين. we should use more not energy from the sun، يبقى هناخد من الشمس، يبقى طاقة ايه؟ green. the new book، يبقى الكتاب that I bought is a model of a person، بتاع ده تمثال لشخص، يبقى الfigure. my mother makes good food she is a fantastic، يبقى cook. the patients sleep in not in hospital، يبقى garbage garages ولا suits ولا words ولا words، يبقى words اللي هي البتاع ده ward اللي هو العنبر أو الجناح يعني في المستشفى. we not studying math yesterday evening، يبقى we were. طيب دو منصور go to school last، يبقى did. طيب the new phone is bad than، لا احنا قلناها bad دي غير منتظمة، ففي الصفات المقارنة تكون worse. thousand of fish catch، لا هتبقى are caught، بتصطاد. بعد كده الشخص اللي انت فخور بيه كتبناه عن الرول موديل او الهيرو او الفيفوريت بيرسون. نيجي لمحافظة سوهاج، بيقول هنا ايه؟ همس ميتس ا نيو فريند ات سكول، همس قابلت صاحبتها الجديدة في المدرسة. ار يو نيو هير، قالت لها هل انت جديدة هنا؟ فهتقول لها يس اي ام.
طيب هاي اي ام همس، سألتها قالت لها اي ليف ان جيزة، يبقى هتقول لها وير دو يو ليف، عايشة فين؟ طيب قالت لها هو دو يو ليف ويز، عايشة مع مين؟ يبقى هتقول لها مثلا اي ليف ويز ماي بيرنتس. قالت لها ما عندكيش اي اخوات، فمش عارفه قالت لها ايه، one brother and one sister، يبقى هتقول I have، يبقى هنا هتقول لها yes I have. سألتها سؤال قالت لها I usually get to school by bus، يبقى how do you get to school، ازاي بتروح المدرسه؟ قالت لها بروح بالايه، بالباص. هنا بقى بيقول لك Egypt is a great country، طبعا نفس القطعه اللي احنا حليناها، ادي عنوان مناسب هنقول Egypt. طيب هنا why do you think tourists like to visit Egypt، ليه السياح بيحبوا يزوروا مصر؟ هنقول to see the ancient state، ممكن نقول because، نبدأ بس because الأول، وفي أسباب كتير جدا، هنقول because they enjoy بقى ancient places، تمام، وكمان بيزوروا الكايرو تاور، and هتكتب and زي اهي، and زي، يبقى دي في رقم اتنين ودي برضو في رقم اتنين لحد هنا وخلاص، ممكن تكتب واحدة بس مفيش مشكلة. طب it راجع على ايه؟ هنقول it refers to، تعالوا بقى نشوف it's دي راجع على ايه. اهي بيقول enjoy its ancient places، يبقى بيستمتعوا بأماكنها التاريخية، يبقى أماكن مين؟ يبقى مصر. طيب كلمة delicious قلنا tasty، وهنا اللانجوج في مصر هتبقى عربيك، و the weather is a fine all year. It's important to note our historic places، يبقى protect our places that have strong walls، ليها حيطان قوية، تبقى على طول castles اللي هي القلاع. A person who works in house cooking cleaning etc، اللي بيشتغل في بيت حد يبقى servant. Is an organization that helps the poor، يبقى ال charity. كريم's cousin is an old person. He his room isn't arranged، مش مترتبة، يبقى ميسي. بص انت اول ما تلاقي كلمة ميسي دي اختارها. طيب where did your grandparents use to live، لان ده سؤال. The nurse is an old، she saved a lot of people، انقذت ناس كتير، يبقى هي hero. While احمد not to school he saw a famous squash player، وهو رايح المدرسة لقى ايه، لاعب سكواش مشهور، يبقى was walking. You must not know the object in the museum، يبقى touch. The new book not I bought is very interesting، الكتاب يبقى ذات. Sarah not studying on Fridays، يبقى doesn't، مش بتذاكر في أيام الجمعة، يبقى doesn't study، مضارع بسيط أهو. Mona learn a new skill at the moment، at the moment مضارع مستمر، يبقى Mona مفرد is و learn هتبقى learning. Math is difficult زين؟ لا هنقول more difficult أو less difficult، براحتك اللي انت هتكتبه صح. طيب you meet هدى last Monday، يبقى did. طيب بعد كده هتكلم عن الفيفوريت هيرو، القرارة برضو معانا كتير جدا. هنا هنحل امتحان 19 اللي هو محافظة أسوان. بيقول عصام is telling ماهر about what he did last weekend، اللي عمله في أجازة ايه الويكند. What did you do last weekend، مش عارفين. قال له does your brother love playing football، فرد عليه، سأله سؤال قال له we played in the club، بنلعب في النادي. قال له did you enjoy playing، هل انت بتستمتع باللعب. سأله سؤال برضو تاني قال له sure we will be happy، هنكون سعداء. يبقى هو عمل ايه في الويكند، يبقى هيقول له I played football، انا لعبت ايه، كرة قدم. قال له هل اخوك بيحب كرة القدم، يبقى هيقول له yes he does. طيب سأله سؤال قال له احنا بنلعبها في النادي، يبقى where. طب اجيب الفعل المساعد منين، من played هنا ماضي، يبقى did. where did you play، او بتلعبوا فين وخلاص اهو. بعد كده هل بتستمتعوا باللعب، هيقول له yes I did، او yes we did، الاثنين صح، ممكن تبقى كده وكده. سألوا سؤال قال له بالتأكيد هنكون سعداء، فهيقول لهم و can
I come with you، ممكن اجي معاكم، وبدل كلمة come ممكن اكتب join، انضم معاكم. تمام. طيب القطعة بيقول most people have three meals، برضو 3 وجبات، واحنا حليناها قبل كده، يبقى بيتكلم على the three meals. طيب how many meals are there in the day، كم وجبة؟ هنقول له there are three meals، 3 وجبات. What do doctors advise people not to do، الدكاترة قالوا الناس ايه؟ يبقى هو doctors advise people not to stay home all the time، ودي هتكون رقم 3. تمام. طيب كلمة زي مراجعة على ايه؟ تعال نشوف كده بيقول ايه. But in fact most of them don't care about what they should eat for، يبقى راجع على الناس، most people يبقى الناس. Not people care about food، يبقى few people، الناس قليلة هي اللي بتعتني بالأكل. Doctors say that people shouldn't eat too many، مينفعش أكل إيه كتير، يبقى cakes. الاختيارات بقى بيقول إيه، her family were so not they couldn't buy her new clothes، مش هيقدر يشتري ملابس جديدة، يبقى العيلة بتاعتها بور. He was sent to not as he did something wrong، عمل حاجة غلط، يبقى البريزن. أول ما أشوف كلمة wrong دي اختار على طول الإيه، البريزن. Can you take a note of me أنا عادل، يبقى ممكن تاخد لنا إيه، فوتو، صورة. People put note across windows، على الشبابيك، يبقى الكارتنز. تمام. بعد كده you should work not to succeed، يبقى أشتغل إيه، work hard. Ancient Egyptian used note for writing، يبقى البابيروس، ورق البردي. Shady is deaf but he understand us because he use sign language. Has your father، يبقى got على طول، ما فيهاش كلام. Now I know it English، خلي بالك now مضارع مستمر، يبقى I am studying English. Teachers not go to school at 7 o'clock، ميعاد ثابت، يبقى لازم يروح المدرسة، يبقى have to. We can't using، لا use that classroom، use. Have you ever been، لأ been. بعد كده بي football is a very popular sport، can play، يبقى هنا which، لأن الفوتبول غير عاقل، أو that، دي أو دي. طيب the cat is sitting in the sun، قلنا عليها lazily، القطة قاعدة في الشمس بإيه، بكسل. بعد كده الوظيفة اللي عايز تكونها في المستقبل سهلة جدا، ممكن تكتب عن الدكتور. تعالوا بقى نشوف الامتحان رقم 20، آخر امتحان معانا، محافظة لوكسور. تمام. بيقول هنا ايه، أشرف أسكس أيمن about his hero، بيسأله عن الهيرو. Who is your hero أيمن؟ ما نعرفش. قال له what was your great grandfather's job، وظيفته ايه؟ قال له great، فسأله سؤال، قال له he worked in a big hospital in Cairo، كان شغال في مستشفى كبيرة في القاهرة. Was he a surgeon، كان جراح؟ قال له لأ، he was a dentist، كان ايه، طبيب أسنان. فسأله سؤال تاني، قال له he used to be a volunteer for the Red Crescent، كان متطوع في الهلال الأحمر. يبقى مين الهيرو بتاعهم؟ يبقى هيقول له my grand great grandfather great grandfather is my hero. طيب قال له وظيفته ايه، يبقى هنقول he was ايه، وهو كاتب لي هنا تحت dentist، يبقى انا هكتبها تاني. فراح قال له عظيم، سأله سؤال، قال له هو كان شغال في مستشفى كبيرة في القاهرة، يبقى where did he work، اين كان يعمل. قال له هل هو كان جراح، فهيقول له no he wasn't، مش مستاهل ان انا اقول لك عكس اول كلمتين ومع ان احط نقط. سأله سؤال، قال له هو كان متعود ان هو يكون متطوع، يبقى هيقول له what did he use to be، هو كان متعود انه يكون ايه، يبقى يكون متطوع. بعد كده بيقول I am Mona وماي ديلي روتين، يبقى بيتكلم عن الديلي روتين. يبقى العنوان هنا من ايديا، هنقول ماي ديلي روتين او الديلي روتين على طول. بعد كده how does Mona go to school، ازاي منى بتروح المدرسة. تعالوا نشوف كده، I go to school، بصوا by bus، يبقى هنقول she goes
to school by bus. ونحط نقطة. Do you think that Mona enjoys her daily routine؟ هل هي بتستمتع بروتينها اليومي؟ تعالوا نشوف كده. بتقول I always get up early ومش عارفة ايه وbreakfast. فممكن نقول ايه؟ Yes. Yes, she enjoys her daily routine. طيب بعد كده ات راجع على ايه؟ تعالوا نشوف كده. انت يا ات بتقول I like music very much and we sometimes listen to it. هسمع الايه؟ يبقى الميوزك. منى جيتس اب ات، بس كده هي قالت ايه؟ انا بصحى الساعة كام؟ 6:30، يبقى الساعة 6:30. طب كلمة daily معناها ايه؟ every day، كل يوم. نيجي للاختيارات. if you are tired، لو انت تعبان يبقى have a rest، ايه؟ ارتاح. The nurse works on the ward for children. شغالة في ايه؟ في الوارد اللي هو الجناح او العنبر. I love going to ward places such as museum and ancient ruins. يبقى historic places. These buildings became not after the an earthquake. بقى ايه؟ ruins، بقى طلال بعد الايه؟ الزلزال. Can you not my mother for me because my phone isn't working. لان تليفوني مش شغال. يبقى ممكن ايه؟ تكست، تبعت لماما ايه؟ رسالة. طيب this football has no air inside it. I need a knot to fill it. يبقى I need pump. تمام. Mona's mother is a knot at the hospital. At the hospital they didn't pay her for her work. يبقى her volunteer. هي متطوعة. As we went into the museum we saw some huge statues. واحنا ماشيين في المتحف شفنا تمثيل كتيرة. يبقى we're walking. طيب where did he؟ ده سؤال. يبقى used to، اهي used to. I saw أحمد in the park not we often play football. شفت أحمد في الحديقة اللي بنلعب فيها كرة قدم. يبقى where. آخر حاجة معانا it's important to drive careful. لا يا مس carefully. طيب بعد كده منى always play tennis on Sundays. لا plays. The Egyptian handball team win the competition last. لا يبقى won. وهنا بقى she has to wear a uniform. أنا قلتها has to. آخر حاجة بقى تتكلم عن الهوليدي. أظن الباراجرافات بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش أي حاجة صعبة، ونزلتها لك زي ما انتوا طلبتوا. كده نبقى خلصنا week is enough. كده يبقى فاضل لنا بس اللي هو الفاينل ريفيجن، المراجعه النهائيه ان شاء الرحمن هنزلها لكم بكره باذن الله. لو عايزين بقى اي حاجه تقولوا في الكومنتات. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وقولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.